السلام عليكم. أتمنى قبل ما نبتدي الفيديو لايك للفيديو واشتراك في القناة عشان توصل لكم الفيديوهات الجديدة إن شاء الله. فيديو النهاردة مختلف شوية، نتكلم عن قصيدة عن الأعشاب، عجبتني جدا قلت أشارككم بيها. في ناس طبعا عارفينها وفي ناس أول مرة يسمعوها. تقول: إذا شكا القولون منك بليلة فعليك باليانسون دون جدالي، وألذ أنواع الحديد سبانخ، والزيت خير معالج لهزالي. وإذا أصبت بنزلة خذ زعترا فهو العلاج لكحة وسعالي. واستزرع الجرجير فهو كلحمة، واللحم قد يأتي على أشكالي. واغسل كلاك بضمتي بقدونس وعلاج حب للشباب مثالي. وعصارة النعناع خير معالج ومنشط قلب العليل البالي. وإذا لواك المغص فاشرب جعدة فمرارها يحلو بأية حال. وعليك بالشوفان أفضل حمية، يكوي الدهون بغير حد نصالي. واحرص على التفاح كل صبيحة حتى ترى الأسنان منك لآلي. والزنجبيل لوحده مستوصف كالصيدلية فغله للغالي. ودوى التهابات الحشا بابونج ومنوم للرضع الأطفالي. ولدورة دموية خذ قرفة أو كرفسا إن كان ضغطك عالي. واشدد عروق الجسم منك بترمس وبسمسم فهما دواء وتسالي. والثوم كم في لبه من نعمة، 100 علاج تشترى بريالي. والفجل أفضل طارد وملين، وبه طريق مصاف البقالي. وهرع إلى الملفوف لو بك سكر، ولمن تصدع فالدواء دوالي. ما أجمل الكمون، كم من وصفة في حسنه اختلطت بكل جمالي. الله يخلق داءنا ودواءنا، سبحانه رب عظيم عالي.